على مزيكا فام. صلاح الدين فرشيو رئيس شرفي للفكر البرجيبي، مرحبا. يعيشك، مرحبا بك، ونسلم على الاخوه اللي معك وعلى كل المستمعين. شكرا جزيلا. في اي اطار حسب رايك انت معناها تحط ولا تتنزل هل المحاكمه هذه تعتبروها محاكمه لبورقيبه، والهدف منها هو الاساءه لبورقيبه انتم تعتبروها؟ والله انا كجمعيه الفكر البرجيبي واتساتره والبرجيبيين البارح ما رقدناش، لاني نعتبره اللي الموضوع مش يهم بورقيبه، بورقيبه اقوى من هذا وارفع من هذا، مش احنا باش ندافع عليه، بورقيبه افعاله تدافع عليه. انا اللي نحب نقول هو كون تونس البارح الاعلام نتاع تونس وقع معناها طابتو عفسناه، وهذا ما نحملوش، بتنا مرضى البارح، العباد تحترمنا، الدول تحترمنا، تونس راهي عندها 3000 سنة تاريخ، لا نهار لا اثنين، وانا تحس فيه متاثر على تونس. هذه مسرحيه نعملوها هكا ضد بلادنا ضد رواحنا، هذه عمليه انتحاريه، كيف كل واحد يعيش في سكينه في كرشه. مش موضوع بورقيبه، هو موضوع بورقيبه اذا كان ولده يحب يعرف الحقائق انا ما نصدقوش. هنقول لك علاش، خطر بعد ما انتحى بورقيبه بن علي حل الملف وبحث، وكان وزير داخليه وجبد الدوسيات كله وشاف ما فيهم كومبليتمون، يعرف الحقيقه وموجوده. بن علي لمعلوماتكم تعرفوا هذا، نادى مرت المرحوم صالح بن يوسف وقبلها ومعها ولدها وحكى لهم وعطاهم نسخه من كل القضيه، يعرفوا اطوارها من فوق اللوطه في كل شيء. وبن علي وقتها بورقيبه متنحي ما عندوش علاش باش يخبي عليه، قال كل شيء، اعطاهم المعلومات الكل. معناها وزيد اكثر من هذا، هو بن علي جزاه كدوله، وانتم ما تعرفوا انا مش ندخل في هذا، هي معناها نعرف مرت شهيد واحنا راهو نحترموه، احنا تساتره نحترموه. راهو معناها سي بن يوسف كان مناضل من المناضلين، تربط دفع للبلاد وكذا، بون في وقت من الاوقات الغالب كان فما شقين في العالم وقتها، فما الشرقي اللي هو معناها يمثله جمال عبد الناصر واللي هو يحب الوحده العربيه الكل والبلدان العربيه الكل تكون تحته هو، والقصة الشق الآخر اللي هو معناها الأوكسيدون. معناها بورقيبة اختار، يقول لك أنا مصلحة بلادي وتاريخها وشعبها ما تنجمش تكون معناها تمشي تطرمها في أحضان عبد الناصر، اختار باش يمشي في الشق الآخر اللي هو المستقبل، هو الحضارة، هو العلم، هو المودرنيتي، هو معناها مستقبل الأطفال والشباب والعلم والقراية والمعرفة، هذا اللي حب اختاره هو. والفرق ما بيناتهم هذا. ثاني حاجة بن يوسف هذا بالطبيعة معناها يقول لك أنا نضلت كيفي كيف وعلى شو يولي ياخذ حكم وأنا ما نخرجش. هذه قضية راني أنا ما نحبش ندخل فيها اليوم. أنا اللي حبيت نقوله ركن، إحنا كجمعية فكر بورقيبي، أنت كتونسي وأنا كتونسي، ما المسرحيه هذه يا ولدي؟ رانا 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 شيء مغيبه من الغرايب الامر، معناها مش معقول كيفاش تجي تعمل محاكمه اللي معناها رمز تونس في الخارج هو بورقيبه، اللي عملوا بورقيبه اليوم الناس ولو معناها سامحني استاذ صلاح الدين، باش نحب نكملت انا كلمتي. مش نوع من التأليه البرقيبه هذا؟ نعم، مش نوع من التأليه لبورقيبة؟ بورقيبة رجل لا يرحمه، رجل باني الدولة، أما مش فوق المحاسبة بورقيبة أو غيره؟ لا، وهذه قضايا لا تسقط بالتقادم، يعني أنت تعرف. لا مش تسقطش بالتقادم، أنا ما نقولش هذا يا ولدي، التاريخ موجود، هو موضوع مؤرخين، والمؤرخين سي عبيد اللي كان بحذاك واللي عمل لنا ثلاثة محاضرات، اي المؤرخ اللي كان بحذاك تو نسمع فيه يعطيه الصحة، نشكره على خاطر راهو المحاضرة اللي عملها لنا تو 4 سنين التالي مش اليوم، معناها قال راني قاعد ما زلت نلوج وراني قاعد نتبع في الوثائق، ورا الوثائق في الداخلية البعض تحصلت عليه البعض مش عندي، وانا وقت نكمل نجي نعاود محاضرة أخرى، وجي عاود نعمل محاضرة أخرى، وقال معناها اللي كان قال اللي قاله لك هذاك الكل معناها نعرفوه. يقول لي احنا مانيش ضد الحقائق، لكن مش في المحكمة أخي رئيس محكمة، فكل السينما هذاك الكل مسرحية هذاك الكل هو باش يطلع حقيقة، كل حقيقة موجودة ويعرفوها الناس كل تلقاوا الملف اللي فيه بالضبط كل شيء اللي وقع في الكوفر فورن تاع وزير الداخلية الله يرحمه الطيب المهيري،
وخذوه الملف هذاك وقعد عندهم وطلعت عليه. وين موجود؟ حتى دخل رئيس الجمهورية. وأنا الرئيس بورقيبة الله يرحمه كنت قريب له برشا، أنا معتبر كي ولده، أنا مش من العائلة لكن هو يعتبرني كي ولده، ويحكي لي ديما ويصرفني. عمره ما أعطى تعليمات في الموضوع هذا، وعمره ما هو ما حبذهاش. تبقى قال بون علموه اللي راهو صالح بالنسبة علم صفارة ألمانيا اللي راهو وقع كذا كذا كذا. كنا نتكلم على هذا، كنا نتكلم على هذا. شكرا لك سي سهدي فرشي وبارك الله فيك. نقول حاجة برك، إذا كان العدالة هذه متاع الانتقام باش تقسم الشعب التونسي وباش تكون معناها حرب أهلية أخرى بعد 30 سنة 40 سنة، راهو مش صالحنا. احنا عندنا مستقبل صغارنا ومستقبلنا قدامنا ومستقبلنا مع الدول اللي والله كلموني من أمريكا البارح في الليل يعمل لي كسكي سباس عن تونيزي، مي كسكي وزاريف قلت له شيء؟ قال لي كومون افيك ان تري كوم سا وزافي في نو بابل امريكان افيك تو سكون في نو بريزيدون اون لو باس ان جوستيس اون مي على بلاس دو سيلوي كون فو جوجي لا ستاتيو. شكرا جزيلا بارك الله فيك في الوقت شكرا جزيلا حد نعم يعيشك سامحني شكرا بارك الله فيك سي تهدي فرشي وبارك الله فيك بالله مش على حاجه اخرى البرجيبي شكرا.